المداخن الكلابيه دي اللي اتعملت على طول جامعه القاهره ما زالت موجوده. انما انا عندي سؤال محيرني بصراحه. انا قلت اعترضت على ده في حديث في احدى البرامج الاذاعيه في نجوم اف ام كان الساعه 8:30 مساء. تمام. قبل مرور 24 ساعه تتخيل سيادتك ان يتم تحويلي للتحقيق وان المستشار القانوني او المستشار القانوني المجلسي لرئيس جامعه القاهره يكتب تقرير فيا دون ان يراني او يحقق معي ثم يتخذ رئيس جامعه قرار بايقاف عن عمل لمده 3 شهور لان انا قلت كلمه حق وكلمه صح. ليه الرعب اللي عايز فيه رئيس الجامعه اما قلت ان ده غلط؟ ده سؤال. دي حاجه، الحاجه الثانيه استاذ القانون اللي بيرأس جامعه القاهره ضرب بالقانون عرض الحائط بل ده تحريم بالكذب. هذه القبة مسجلة طبقا للقانون 142 ضمن التراث المعماري الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه